200 خيمة أقيمت في مخيم الكرامة في بلدة الشيخ بحر في ريف إدلب الشمالي، عانى فيها نحو 50 شخصا من عضات الجرب وآلامه. تراكم النفايات في المخيم وحرقها العشوائي من قبل الأهالي مع انعدام الصرف الصحي في المخيم كانت الأسباب الرئيسية لانتشار الداء. لم يجد أهالي المخيم حلا سوى استخدام الأدوية المخصصة للمواشي، إذ أعاق موقع المخيم الجغرافي وبعده عن مكب النفايات للتخلص بشكل ملائم من نفاياتهم التي انتشر على إثرها سوس الجرب. بالنسبة للنظافة معدوم خالص، ما في ترحيل نفايات خالص، صار في حالة جرب، في حالة حبة سنة، حالة الجرب أكثر من 45 حالة صارت، حالة الحبة السنة أكثر من 150، وما في أي نقطة طبية موجودة قريبة علينا خالص. أقرب نقطة معرض مصرين تبعد 15 كيلو، في ناس ما عندها إمكانيات تروح لمعرض مصرين أصلا. طلب سكان المخيم الكرامة المعونة من المنظمات الإنسانية الفاعلة في ريف إدلب الشمالي للتخلص من الجرب، وما حصلوا عليه كان بالوعود فقط دون استجابة على أرض الواقع. لاحظنا بالآونة الأخيرة تزايد في آفات الجلدية وخاصة الجرب والصدف والقمل. طبعا قامت منظمتنا المانحة منظمة أوسم مشكورة بتأمين الدواء اللازم، لكن لاحظنا تزايد في العدد الإصابات، لم يكن هناك انحصار نتيجة العدوى بين الأفراد لنقص الوعي الصحي، ورغم أن قمنا بجولتين ميدانيتين إلى المخيمات في وعية الناس وإرشادهم لمنع انتشار آفة الجرب. طبعا نحن الدواء المتوفر لدينا غير كافي لتغطية كافة الإصابات، نتمنى أنه زيادة كمية الدواء لداء الجرب والآفات الجلدية بشكل عام والصدف والقمل. وفي حين لم يكن الجرب من الأمراض الأكثر انتشارا في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا سابقا، إلا أن الضغط الذي تعانيه مخيمات النازحين الرسمية والعشوائية التي استقبلت نحو مليون نازح منذ كانون الأول عام 2019 سبب نقص الخدمات التي يحصل عليها السكان. عشرات المخيمات العشوائية دون رعاية صحية من قبل المنظمات الإنسانية، دون رعاية جدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض الجلدية المنتشرة بين خيام النازحين، وفي المقابل عشرات المناشدات أطلقها الأهالي إلى المنظمات الإنسانية. بلال غاوي، قناة اليوم، من ريف إدلب.